عملنا إعادة تدوير لعربة لسيارة أطفال للعبة، واستعملناها كنموذج بسيط جدا عشان إحنا نقدر نعمل عربة للقط إنه يقدر يتحرك بشكل مريح. خصوصا بعد الحروب يعني وصلتنا حالات كثيرة بتعاني من مشاكل في الأطراف وحالات شلل، لكن للأسف ما قدرنا نقدم لها أي مساعدة لعدم وجود مركز متخصص في صناعة الأطراف للقطط أو للكلاب. فمن الجال هذا احنا بنتجه حتى نقدم لهم إن شاء الله الرعاية الخاصة لهم من ناحية الأطراف، وبالشغلات البسيطة اللي عندنا في غزة راح نكمل ونسعى إن شاء الله حتى نعالج جميع الحيوانات.